يعطيك العافيه اخوي سليمان بسهل والاستاذ وليد الدقل الله يعطيكم العافيه. طبعا قاعه هنا باحتفاليه القناه وتدشين يعني اشكر لك صراحه اول شيء اخوان قبل يعني كل شيء. الله يوفقك وتستاهل كل خير والله صراحه ونورت لنا المحل صراحه. الله يبنورك حبيبي. شكرا للاستاذ وليد الدقل نورتنا والله ان شاء الله نشوف قناتك العالميه ان شاء الله عن طريق بابا راس ان شاء الله. بس توعدونا فقط ان شاء الله في الدمام هذا خبر حصل القناه الله يجزاك.